Kudüslü sanatkar Azim Ebu Suud, İslami sanat süslemeleriyle Mescid-i Aksa yakınında bulunan evini müzeye çevirdi. Kudüslü sanatkar birbirinden değerli İslami sanatları Ajans Filistin'e anlattı. Rivayet-i Hafer al-Khashab evvela mende çıkılat. Al-Hafer al-Khashab ken hali yuhfur al-Khashab ve ana taallemet minnu. الحفر على الجبصين وتعشيق الزجاج الملون والتلوين الزجاج تعلمته من الفنانين الإيطاليين والمصريين اللي جاءوا لإعمار المسجد الأقصى في أوائل الستينات في أواخر الخمسينات أوائل الستينات كنت أنا لسه سمحوا بإني أشتغل معهم في عمل الشبابيك أو حفر الجبصين وبعدين تركيب الزجاج. سأخذكم الآن في جولة في هذا البيت القديم اللي قمت بترميمه. ومحاولة تحويله إلى متحف. عدة حقب إسلامية، الحقبة الأندلسية كانت منازل القدس في القرن التاسع عشر، في بداية القرن التاسع عشر ومنتصفه بدأوا أهل القدس الأثرياء يفكروا بتزيين السقوف. هذه الزخارف الإسلامية المتواجدة في المساجد الإسلامية الرئيسية اللي هي الجامع الأموي والمسجد مكة والمسجد الأقصى. تصميم لكرسي من خشب الجوز بيجمع الخشب المعشق، توريقات رسم على الزجاج للزهور بالطريقة الفارسية، الخشب المعشق اللي هو في الغالب بين الفاطمي والمملوكي، ومن زخارف المسجد الأقصى شبابيك المسجد الأقصى التصميم هون الزهرة للمسجد الأقصى.